تيجي بعدنا مع اخر فقراتنا، كنا اتكلمنا قبل كده عن اسعار الاستوديوهات او الشقق الصغيره اللي هي عباره عن اوضه وصاله بس، اتكلمنا عن الاسعار بتاعتها جوه الكومباوند، لكن المره دي هنتكلم عليها بره الكومباوند وتحديدا في منطقه القاهره الجديده، يمكن لان المنطقه دي فيها عدد كبير جدا من الجامعات وفي كتير جدا من المغتربين بيحتاجوا ان هم ياجروا مساحات صغيره عشان يقدروا يكونوا جنب الجامعه بتاعتهم. هنعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع من الاستاذ محمد الانصاري الخبير العقاري. استاذ محمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك، ازيك يا باشمهندس؟ يا ترى مساحات الاستوديوهات في القاهرة الجديدة قد ايه؟ بتوصل بتبتدي من كم متر وتوصل لكم متر؟ بص حضرتك، بالنسبة للاستوديوهات او الوان بيدروم، لان احنا ممكن نجمعهم مع بعض از تايب واحد، لان ممكن بعض الناس مش بتفرق ما بينهم على عكس مناطق تانية. اللي كان في القاهرة الجديدة الاستوديو والوان بيدروم بيتقال عليهم استوديو، تمام؟ فهي مساحتها بتبدأ من 46 متر بتوصل لحد 100 متر على حسب المكان اللي حضرتك بتشتري او بتأجر فيه. تمام. طب الاسعار بقى بتبدا من كام وتوصل لكام؟ يعني سواء اذا كنت هشتري او هأجر. تمام، لو احنا هنشتري الاسعار ممكن تبدا من 800,000 جنيه. اوكي. بتوصل لحد 2,800 ممكن 3 مليون على حسب التوقيت اللي بنشتري فيه والمكان. اوكي. وبتختلف الاسعار على حسب اللوكيشن او الكومباوند اللي حضرتك بتشتري فيه المعروض فيه قد ايه، يعني اللي بيبقى المحرك الاساسي في السعر هو العرض والطلب في التوقيت اللي حضرتك بتشتري فيه. طيب بره الكومباوند احنا عايزين نعرف الاسعار بره الكومباوند بتبقى قد ايه؟ بص حضرتك، بره الكومباوند البرودكت ده بيبقى مختلف شويه، خاصه في البيع بيبقى صعب، لان غالبا بيبقى في يعني بعض البيوت بيبقى في ناس بتستخدم المكان اللي في الروف بتعمله استوديو او وان بيدروم يستفاد بيه، وده بيبقى الاغلب، بيبقى نادر جدا ان حضرتك تلاقيه موجود في يعني في البيلدنج نفسه. طب والايجارات اسعارها قد ايه؟ الايجارات ممكن يكون متوسط 10,000 جنيه، ده المتوسط، ممكن تقل وتزيد برضه على حسب المكان اللي حضرتك هتأجر فيه. اما لو احنا بره الكومباوند فممكن نقول 5,000 جنيه. بتوصل بقى الاسعار، ممكن حضرتك تاخد الاستوديو ده يبقى 15,000 جنيه على حسب مستوى تشطيبه، الموقع بتاعه، لانه القاهره الجديده مناطق كتير مختلفه، وممكن زي ما حضرتك قلت في طلبه كتير بتبقى انترست في البرودكت بتاع الوان بيدروم او الاستوديو. فاللوكيشنز اللي حوالين منطقه الجامعات اللي عند الجامعه الامريكيه والفيتشر يونيفرستي والجي سي بتلاقي الاسعار بتزيد شويه، وبتلاقي البرودكت نفسه مختلف، وفي عدد محدود جدا من البيوت في المناطق دي بتلاقي بشكل عام ميجل الملاك عاملينها استديوز او مقسمينها وبيأجروها للطلبه، فما بتبقاش متاحه للبيع. تمام. استاذ محمد الانصاري بنشكرك جدا على مداخلتك معانا. انا كمان عايز اضيف حاجه على كلام استاذ محمد، ان انت لو بعدت شويه عن المنطقه دي ودخلت منطقه التجمع، مثلا التجمع الاول او الثاني او الخامس، هتلاقي كمان استوديوهات في اسعارها بتبدا من 2000 3 في 3.5 حسب المساحه والمكان، يعني مش لازم تأجر جنب الجامعه بالظبط، ممكن تبعد شويه فتلاقي حاجات مناسبه اكتر. بكده تكون حلقتنا خلصت، ما تنسوش تبعتوا لنا كل اسئلتكم واستفساراتكم على صفحتنا على فيسبوك. شكرا ليكم ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.